يبدو ان الاعلام الانجليزي ما بيعديش اي تصريحات بتتقال على الدوري الانجليزي خالص، ولا بيعدي اي تصريحات بتتقال عن اصحاب الشارات الملونه. وسبحان الله رب العالمين يا اخي، لما بوتريكا اتكلم على موضوع الشارات الملونه واتكلم عن المثليين، الكلام بتاعه اترجم والصحافه الانجليزيه خدته، وكل شويه قاعدين يضغطوا على رابطه انديه الدوري الانجليزي عشان خاطر تتكلم مع الراعي الرسمي في الشرق الاوسط بي ان، علشان يتم الاطاحه بالمحلل اللي كان بيتكلم على الالوان بتاعتهم. يعني سبحان الله، شوف انت بتتكلم في ايه، شوف الناس اللي بتتكلم معاك على الحريه، الناس اللي بتتكلم معاك على الفريدم بقى، وان انت الحريه دي هي حاجه جميله يا جماعه، الحريه دي بندعم حقوق المثليين، بندعم حقوق الناس كلها، احنا في مجتمعات متساويه، بس اول ما تقول راي ضد اللي هم معتقدينه بس الديمقراطيه دي خلاص نرميها في الشارع. طيب هو مش راي محمد ابو تريكه راي يحترم وبيعبر عن نفسه؟ هتقول لي لا 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 لا، الراجل بيتكلم في شبكه، ما هو الراجل بيتكلم في شبكه شرق اوسطيه، يعني شبكه في الشرق الاوسط، المفترض ان انتوا عارفين ان احنا في الشرق الاوسط عندنا عاداتنا وتقاليدنا احنا، ولا انتوا دلوقتي الموضوع بقى خلاص واضح بالبجاحه دي كلها، الموضوع واضح ان اي حد هيتكلم علينا لا يبقى لازم يتم الاطاحه بيه؟ طب في الحريه، انت كده بتفشخ اللي انت بتعمله، انت بتتكلم على المساواه وبتتكلم على احترام حقوق المثليين، وانت ما بتحترمش اي حد بيقول راي ضد اللي انت عايز تنشره. يعني لما ابو تريكه قال الكلام بتاعه ضد المثليه انت ما احترمتش رايه، فانت ازاي عايزنا احترم اللي انت بتعمله علشان خاطر تدافع عن حقوق المثليين؟ طالما انتوا مش بتسمعوا اراء الناس اللي بتنتقدكم، ازاي مطالبين مني ان انا اسمع ارائكم؟ يا مجانين يا اولاد المجانين ارحمونا. الحرية اللي انتوا بتحاولوا تصدروها للناس دي بتكشف عن جهلكم وبتكشف عن خيبتكم. الاعلام الانجليزي زيه زي اي اعلام في العالم، اعلام هجاص واعلام طبار، بيطبل للاعيبه الانجليز لمجرد بس ان هم انجليز. بس مع الاسف الشديد لسه في ناس عندنا في الوطن العربي بتنبهر فشخ بيهم جدا، مع انهم كدابين ونصابين وزيهم زي الاعلام بتاعنا، ويمكن كمان اوسخ من الاعلام بتاعنا. ده حتى الاعلام بتاعنا ساعات بيعدي، انما دول خدوا تصريحات ابو تريكه وترجموها وبيضغطوا دلوقتي على رابطه الانديه بتاع الدوري الانجليزي. فانت بقى بالنسبه لك انت ايه رايك؟ هتدعم ابو تريكه؟ هتشوف ان هو كان بيمثلك؟ والحاجه اللي حصلت في قطر النهارده فرحتك ان حفل افتتاح كان بصبغه عربيه؟ ولا هتروح لحته الحريات يا جماعه ودعم الحريات؟ وتذكر في الاول وفي الاخر انك قاعد في بلد عربي ما عندكش رفاهيه انك عارف بكره هيعدي عليك ازاي وهتتهان ولا لا. تذكر وقول لي ايه رايك.